مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير خبز الحليب. عنا كوب حليب فاتر، كوب ونص طحين، ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام خميرة، زيت بدي ادهن فيهن العجينة، بيضة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة طعام زبدة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط البيضة، الخميرة، السكر، الملح، الحليب. هلا بنحط طحين، كمان الزبدة، نعجنهم مع بعض. بسم الله. ممكن نحتاج شوية زيادة طحين حسب نوعية الطحين. بعد راح احط كمان نص كوب. بصرت العجينة بهيدا الشكل. هلأ بجيب وعاء بدهن زيت أكيد، كمان بشيل العجينة وبحطها بقلب الجاط. اعملها بهيدا الشكل. بدهنها كمان بالزيت. هلا بغطيها وبتركها لتخمر حوالي ساعة. بعد ساعة بس خمرت العجينة بهيدا الشكل. هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بسم الله. بعملها بهيدا الشكل. منقطعها قطع متساوية بهيدي الطريقة. بعد ما قطعناها هلأ بدنا نمدهم مع بعض.
هيدا الشكل، شفتوا كيف؟ هيدي الطريقة. بعد ما عملتهم بهيدي الطريقة حطيتهم بالصينية، هلأ بغطي الصينية بنايلو، بتركهم كمان ساعة لا يخمروا منيح. بس خمروا بهيدا الشكل أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. كمان عنا بيضة خفقتها بدهن الوجه بالبيض بهيدا الشكل. هلا بحطهم بالفرن. هذا خبز الحليب بعد ما طلع من الفرن اخذ حوالي 20 دقيقة، اكيد حسب كل فرن. لنشوف مع بعض. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي. سخنين واو، هيدا الشكل من الداخل. هذا خبز الحليب اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.